مباشرة مباراة فيتا كلوب والوداد المغربي. الوداد حقق التأهل، الوداد رقم قياسي تاريخي للأندية المغربية. الوداد يتأهل للمرة الثامنة على التوالي لربع نهائي تشامبيونز ليج الإفريقية. يعني الوداد كلما تواجد في الثمانية سنوات الأخيرة إلا وتجده ضمن الثمانية الكبار، وهذا أمر غير عادي بالمرة. وهذا يدفعني لسؤال الأستاذ محمد المغودي، كنت نمشي الربيع، ولكن هذا دفعني لسؤال الأستاذ محمد المغودي مباشرة من الرباط. أستاذ محمد المغودي، أنت في فترة سابقة تحدثت عن إدارة الرجل الواحد، تحدثت عن الديكتاتورية. طبيعي جدا، نحن جميعا مع الديمقراطية وضد الديكتاتورية، ولكن أيضا نحن مع الديكتاتورية الناجحة التي تعطينا نتائج، وممكن ضد الديمقراطية الفاشلة. يا حبذا لو تكون ديمقراطية ناجحة، ولكن ديكتاتورية بهذه النجاحات أعتقد أنها يحسب لها ما حققته مع الوداد المغربي. والله عزيزي هيكل، أنا شخصيا أؤمن فكريا بمنطق المؤسسات، وأؤمن بأن الاستمرارية تكون مع المؤسسة، وأؤمن عبر مراحل تاريخية أن كلما كانت هناك المؤسسة إلا وكانت هناك الاستمرارية، وكلما كان هناك الفرد قد يكون هناك النجاح، ولكن لن تكون هناك الاستمرارية بالمطلق. هذا النقاش كان محرجا في وقت ما مع الوداديين، وإن كنت شخصيا مقتنعا به إلى أبعد الحدود، ولكن بعد البلاغات الأخيرة للوينرز، وهو أكبر محب لفريق الوداد الرياضي، يدعو أيضا إلى مؤسسة تسيير فريق الوداد الرياضي، وأيضا يحتج ويعبر عن غضبه من التسيير الفردي لرئيس فريق الوداد الرياضي. دونك الحرج لم يعد نهائيا، ولكن زاد من قناعتي بأن العمل المؤسساتي هو الذي يضمن الاستمرارية. السؤال المطروح حاليا عزيزي هيكل، أي مستقبل للوداد بعد الناصري؟ مثلا حينما نتأمل في تجربة مثلا فريق الفتح الرباطي بالمغرب، يرحل الرئيس ويأتي برئيس آخر ولا شيء يتغير. حتى في تجربة الرجاء الرياضي في السنوات الأخيرة، رحل حسبان، جاء بعده زياد، جاء بعده رشيد الأندلسي ولا شيء تغير في الفريق، جاء بعده أنس محفوظ ولا شيء تغير. الآن قد يتغير لأن الأمر انتقل إلى شخص واحد، وقد نجد صعوبة بعد الصيف. أنا شخصيا أؤمن بالعمل المؤسساتي، أؤمن بأن الاستمرارية هي مع المؤسسات، ولكن أخاف بل متأكد من المصير المجهول ما بعد ذهاب الرئيس. وفي هذا السياق أقول وبصوت عالي، سعيد الناصري رياضيا نجح بامتياز، ولا يوجد رئيس بالمغرب نجح مثله في تسيير أي فريق. مؤسساتيا ضيع الفريق، بل ضيع مراحل وفرص ذهبية للفريق على مستوى الهيكلة، على مستوى البحث عن مصادر أموال قارة، وعلى مستوى أيضا حتى على المستوى التقني أيضا الخلاف إلى غير ذلك. هيكليا أعتقد أن الوداد هو الأضعف، على المستوى الفردي سعد الناصري نجح بامتياز. هو لو تحدثنا بهذا المنطق، هو فقط للتعقيب أستاذ محمد المغودي، وسنعود لهذا الموضوع لاحقا، لو تحدثنا بهذا المنطق تقريبا أغلب الأندية العربية ضاعت، لأنه أغلب الأندية العربية مرتبطة بشخص واحد، تقريبا باستثناء الأهلي المصري أو بعض الأندية التي تعد على الأصابع على اليد الواحدة. أتحدث عن أندية شمال أفريقيا بالأساس، ليس هناك مؤسسات، رجل واحد هو الذي يمتلك المال وله حب الفريق، ولو ذهب ممكن ذهب معه النادي.